حديقة صغيرة على سقف توك توك تضم نحو 20 نوعاً من النباتات. هذا آخر ما توصل إليه الهندي ماهندرا كومار ليحافظ على راحة الركاب ويقيهم من الحرارة. منذ حوالي عامين خطرت لي هذه الفكرة خلال ذروة موسم الصيف، واعتقدت أنه إذا تمكنت من زراعة بعض النباتات على السطح فإن ذلك سيحافظ على برودة عربتي ويريح الركاب من الحرارة. في العاصمة الهندية نيودلهي، الآلاف من هذه المركبات تملأ الشوارع والطرقات، لكن توك توك كومار لم يعد وسيلة مواصلات فحسب، بل تحول إلى حديقة متحركة يتوافد عليها السكان لالتقاط الصور معها. في البداية وضعت بساطاً وكيساً سميكاً وأضفت بعض التربة، ثم زرعت النباتات وبدأت في سقيها وبدأت في النمو بشكل كبير. مبادرة كومار أصبحت ملهمة لغيره من السائقين لوقايتهم هم وركابهم من حرارة الصيف في الهند التي قتلت أكثر من 6500 شخص خلال السنوات العشر الأخيرة. فكرة كومار ممتازة في وقت أصبحت نيودلهي بمثابة غابة إسمنتية وبالكاد توجد فيها مساحات خضراء. نحن بحاجة إلى مزيد من المركبات المماثلة على الطرق، فهي ممتعة للنظر وترضي النفوس. شاركونا آراءكم، كيف ترون اختراع كومار؟